تغيير وزاري وشيك. مجلس النواب يعقد جلسة غدا للموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة، وتوقعات بتغيير 5 حقائب. دعما لفترة رئاسية ثانية، أهالي سوهاج يتوافدون بكثافة على تحرير توكيلات للسيسي بانتخابات الرئاسة. والأمم المتحدة تفضح انتهاكات طهران، تقرير أممي يرصد إرسال إيران صواريخ وطائرات بدون طيار إلى اليمن. خمس عصرا بتوقيت القاهرة، نحييكم مشاهدي تان في كل مكان وإلى جولتنا الإخبارية المفصلة لهذا اليوم. أهلا بكم. من العناوين إلى التفاصيل، قرر رئيس مجلس النواب علي عبد العال دعوة المجلس للانعقاد لجلسة عامة استثنائية غدا الأحد في تمام الساعة 12 ظهرا للتصويت على التعديل الوزاري، عملا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 277 من اللائحة الداخلية للمجلس. انضم لنا الأستاذ عيسى مرشد، مدير تحرير جريدة الأخبار. أهلا بك أستاذ عيسى. أهلا بك وأهلا بالسادة المشاهدين الكرام. أهلا بك. بداية، هل هناك ملامح للتعديل الوزاري الذي سيجرى التصويت عليه غدا؟ هو دعنا نبدأ من المكان اللي طلع منه الإجراءات الخاصة بعملية التعديل، وهو مجلس النواب. دكتور علي عبد العال أرسل رسالة يوم الجمعة، بعث رسالة للنواب قال لهم إن المجلس في دعوة للانعقاد لجلسة عامة يوم الأحد الساعة 12 ظهرا عشان أمر هام. الجلسة دي طلب في الرسالة أهمية الحضور المشتركة في هذه الجلسة لما لها من أهمية طبقا لحكم المادة 277 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. نعم. في مصادر كشفت أن هناك إجراءات لعملية تعديل وزاري قد يكون يشمل 5 حقائب أو 6 حقائب. هذا التعديل سيتم ملامح الإبقاء على المهندس شريف إسماعيل كرئيس للوزراء، والتعديل سيشمل 5 أو 6 حقائب أخرى. أعتقد أن ده هيتحكم بكرة في الجلسة العامة بتاع مجلس النواب، وده هيتم وسط إجراءات عادية لعملية التصويت وتطبيق الدستور المواد الخاصة بعملية الموافقة على أعضاء التعديل الوزاري، وده يعتبر التعديل الثاني في حكومة المهندس شريف إسماعيل. لكن الملامح بتقول الإبقاء على المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، رئيس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولي سوف يستمر كقائم بأعمال رئيس الوزراء في الفترة اللي جاية لحين عودة المهندس شريف إسماعيل إلى عمل. نحن إذن أمام تعديل وزاري وليس وزارة جديدة. لا، تعديل وزاري وقد يكون شبه محدود. بمعنى؟ قد يكون شبه محدود، يعني سيشمل العدد من 5 حقائب أو 4 حقائب فقط. حقائب وزارية فقط. هل لديك أسماء عن هذه الحقائب؟ لا، لا، حتى هذه اللحظات لم يتم تداول الأسماء، ولكن أعتقد أن الموضوع ده هيبقى في يد مجلس النواب، لأن هو صاحب القرار في هذا الأمر من خلال التصريحات اللي تقدم بها أعضاء الكتل البرلمانية. شكرا جزيلا الأستاذ عيسى مرشد، مدير تحرير جريدة الأخبار، كنت معي عبر الهاتف من القاهرة. تسلم السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة رئاسة مجموعة 77 والصين لعام 2018 من دولة الإكوادور التي ترأست أعمال المجموعة العام الماضي. تأتي رئاسة مصر لمجموعة 77 والصين خلال مرحلة هامة في مسار العمل متعدد الأطراف، وخاصة داخل منظومة الأمم المتحدة، في ظل مرحلة الإصلاح التي تشهدها الأمم المتحدة سواء على صعيد التنمية أو الإصلاح الإداري أو السلم والأمن، وما تمثله من فرصة سانحة لمصر لأن تكون صوتا متزنا يعبر عن مواقف ورؤى دول المجموعة. وبالعودة للبرلمان المصري مرة أخرى وهذا التعديل الوزاري، انضم إلي عبر الهاتف النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب. أهلا بك يا سيادة النائب.
فقدنا الاتصال بالسيد سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، شكرا جزيلا على كل الأحوال. هذا وأكدت مصر تقديرها بكل إعزاز لعلاقاتها الراسخة والقوية مع دولة وشعب الكويت، وهو ما برهنت عليه تاريخيا تضامن الدولتين والشعبين في مواجهة التحديات المختلفة. وفي بيان لها حذرت وزارة الخارجية من خطورة الالتفات إلى محاولات الوقيعة والإضرار بعلاقات القاهرة مع أشقائها العرب من قبل تنظيم الإخوان الإرهابي وأذرعه الإعلامية المعروفة ومن يقف وراءها من دول وجهات تستهدف الإضرار بمصر. جاء ذلك تعقيبا على ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام الإخوانية من تسريبات تتناول بشكل سلبي العلاقات مع دولة الكويت الشقيقة وبعض دول الخليج. نعود مرة أخرى إلى الخبر الذي يتعلق بمجلس النواب والتغييرات المتوقعة، حيث معنا على الهاتف السيد سليمان وهدان وكيل مجلس النواب. أحييك أستاذ سليمان. أهلا فندم، أستاذ خير فندم. مساء النور، ما الإجراءات المتوقعة بشأن التغيير الوزاري المرتقب؟ هو طبعا طبقا للدستور في حالة عدم انعقاد جلسة يدعو السيد رئيس المجلس لانعقاد جلسة طارئة لعرض التعديلات وتشكيل الحكومة، وعلى مجلس النواب ان ياخذ اجراءات في هذا الشكل الموافقة على التعديل الوزاري او التشكيل الوزاري. هل عندما يعني يتم اختيار حقائب بعينها للتغيير هذا يدل على شيء ما، ام ماذا في العادة يكون السبب؟ بلا شك ان الفترة القادمة فترة محتاجة يعني شكل اكبر في التحدي الموجود، سواء في التنمية، سواء في الملف الاقتصادي، سواء في يعني حقائب وزارية أخرى، فمحتاجة أن في وزراء أدوا الدور اللي عليهم، خلاص ما عادش عندهم شيء يعطوه، فالتعديلات هتكون بهذا الشكل، وأعتقد الحكومة القادمة تكون فيها بشكل كبير جدا تكنوقراط. هل هناك حقائب بعينها متوقعة؟ كم عدد الحقائب وما هي إذا كان هناك حقائب بعينها؟ لا ما فيش أي يعني كبرى إن شاء الله. بإذن الله، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ سليمان وهدان وكيل مجلس النواب. أصدر مجلس الوزراء قرارا بإحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وتضمنت هذه الجرائم التجمهر وجرائم تعطيل المواصلات وجرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة، البلطجة، وجرائم الأسلحة والذخائر، وجرائم التموين، وجرائم تحريم الاعتداء على المنشآت أو الاعتداء على حرية العمل. وأوضح القرار أن أحكامه تسري على الدعاوى التي لم يتم إحالتها للمحاكم. أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف بحث مع السفير المصري لدى روسيا إيهاب نصر الوضع في ليبيا وسوريا. وقالت وزارة الخارجية الروسية إنه خلال المحادثات تبادل الجانبان وجهات النظر حول تطور الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على مشاكل التسوية السورية والوضع في ليبيا. تزايد إقبال المواطنين على مكاتب الشهر العقاري بمختلف مدن محافظة سوهاج من أجل توثيق توكيلات انتخابات الرئاسة، حيث شهدت معظم المكاتب زحاما من المواطنين من أجل تحرير توكيلات لمطالبة ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية ثانية بالانتخابات الرئاسية المقبلة، كما بلغت التوكيلات حتى الآن أكثر من 5000 توكيل. أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن إيران انتهكت الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على إرسال أسلحة إلى اليمن. أشار التقرير إلى أن الخبراء المكلفين بمراقبة الحظر رصدوا صواريخ وطائرات بدون طيار إيرانية الصنع تم إدخالها إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة عام 2015. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب سيتخذ مجموعة من أو صدق على قرار تمديد تجميد العقوبات المفروضة على إيران للمرة الأخيرة. قال مسؤول أمريكي أن ترامب يسعى إلى إدراج ملف الصواريخ الباليستية ضمن ملحق الاتفاق النووي. يأتي هذا بالتزامن مع قرار الخزانة الأمريكية إدراج 14
شخصا وكيانا على علاقة بالتعدي على حقوق الإنسان في طهران، من بينهم رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني. معنا على الهاتف الأستاذ محمد محسن الخبير في الشؤون الإيرانية. أحييك أستاذ محمد. أهلا وسهلا. ماذا عقب هذا القرار الذي أصدره ترامب والذي يخص تمديد تجميد العقوبات المفروضة على إيران؟ من الواضح طبعا أن ترامب والإدارة الأمريكية لديهم شبه إجماع على أن الخروج من الاتفاق النووي في هذا الظرف يفيد إيران أكثر مما يضر إيران، لذلك أعطوا مهلة 3 أشهر إضافية وأخيرة إلى الحلفاء الأوروبيين لتسوية كل الأوضاع فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية مع إيران، لا سيما وأن ترامب والإدارة الأمريكية لديهم علم بالتأكيد بأن الأوروبيين انخرطوا بالفعل في علاقات تجارية مع إيران، منها طبعا صفقة توتال، منها الصفقات الإيطالية، وطبعا الصفقات التي تتعلق بتصدير الطائرات من شركتي بوينغ وإيرباص إلى الجمهورية الإسلامية. لذلك ترامب لم يخرج من الاتفاق ولم يوقع عقوبات مباشرة على مؤسسات ذات أهمية فيما يتعلق بالاتفاق النووي حتى يسمح للأوروبيين الاصطفاف إلى جانب المواقف الأمريكية ويستخلص مواقف أوروبية أكثر ميلا تجاه السياسة الترامبية تجاه إيران. نعم، ماذا عن التقرير الأممي الذي يقول بأن إيران انتهكت الحظر في ما يخص تغذية اليمن بالسلاح؟ ما الذي تستهدفه إيران أولا من إصرارها على زعزعة أمن اليمن وتأجيج الصراع داخلها بهذا الشكل، وكيف يمكن التصدي وردع إيران عما تقوم به ثانيا؟ بالتأكيد طبعا هذا التقرير الأممي ليس هو أول تقرير ولن يكون آخر تقرير، لأن الأمم المتحدة وأكثر من منظمة دولية أصدرت قبل ذلك تقارير وأبحاث تؤكد ضلوع إيران في تمويل الحوثيين بالسلاح وبالمال وبالدعم اللوجستي والدعم السياسي والإعلامي كما هو معروف. لكن ماذا تريد إيران من الحوثيين؟ ببساطة شديدة، إيران تريد من الحوثيين تطبيق الاستراتيجية الخمسينية الخمينية التي دعا إليها مؤسس الدولة الإيرانية الحالية آية الله الخميني، الذي أوصى أتباعه بأن يسيطروا على مضيقي هرمز ومضيق باب المندب. نعم. طبعا مؤخرا إيران بالتعاون مع سلطنة عمان تسيطر تقريبا تماما على مضيق هرمز، لم يتبقى لها لتحقيق هذه الاستراتيجية إلا مضيق باب المندب، لذلك عملت على تقوية وتغذية جماعة مسلحة انقلابية انفصالية بداخل اليمن حتى يتسنى لها السيطرة على هذا المضيق، وبالتالي تكون بالفعل كما قال علي خامنئي السيدة الأولى على الشرق الأوسط. إذن هل نحن لابد من إجراءات دولية بعينها أن تتخذ بحق إيران إزاء ذلك؟ أعتقد أن على المجتمع الدولي الآن أن يتكاتف أكثر من أي وقت مضى لثني إيران عن تقويضها الأمن والسلم الدوليين، لأن الإجراءات الإيرانية أو السلوك الإيراني لا يصب فقط في خانة الضرب بالدول العربية والدول الشرق الأوسطية، لكنه أيضا يضر المصالح الغربية والدولية، لأن تلك المنطقة هي منطقة تعتبر أهم ممر ملاحي تجاري في العالم، منه وإليه يمر البضائع إلى أوروبا طبعا عن طريق البحر الأحمر ومنها إلى قناة السويس، وبالتالي أوروبا تحتاج إلى الاستقرار في هذه المنطقة والغرب أيضا يحتاج إلى ذلك. لذلك أعتقد أو أوصي المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية الآن بالتكاتف لاتخاذ إجراءات للحيلولة دون أن تواصل إيران سلوكها العدواني تجاه الدول العربية. أشكرك أستاذ محمد محسن أبو النور خبير في الشأن الإيراني. بالعودة إلى مدينة سوهاج أو محافظة سوهاج جنوبية البلاد، انضم إلينا الدكتور أحمد أبو دوم المتحدث الإعلامي بحملة كلنا معاك من أجل مصر الداعمة لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة. أهلا بك دكتور أحمد. أهلا بك فندم، تحيات سيادتك ولمشاهدينك الكرام. أهلا بك دكتور أحمد، حدثنا عن آخر الفعاليات لديكم اليوم. حملة كلنا معاك من أجل مصر انتظرت حتى إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للعملية الانتخابية،
ومنذ بداية السماح بعمل التوكيلات المؤيدة ونماذج التأييد لطلب الترشح للسيد لراغبية الترشح لموقع رئاسة الجمهورية، بادرت جمعية من أجل مصر وحملة كلنا معك من أجل مصر المنبثقة من الجمعية بالتوافد وفي مشهد يعكس مدى الشعبية ويعكس مدى الوفاء والحب لشعب من شعب سوهاج للقائد الزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي، حشود كثيفة في كل مقار الشهر العقاري بكل مراكز محافظة سوهاج، سيدات ونساء وفتيات وشباب ورجال كلهم في مشهد من مشاهد الحب العظيم، وعدد التوكيلات يتجاوز أرقاما أكثر بكثير جدا تقريبا 10 أضعاف ما هو مطلوب من كل مرشح من المحافظة. الحمد لله منسقي الجمعية في المراكز والقرى متواجدين يوميا في مقر الشهر العقاري، سيدات من أجل مصر تعمل يوميا على العنصر النسائي، ملحمة جديدة ولوحة من لوحات الحب جديدة ترسم على أرض محافظة سوهاج. تتحدث عن مشاركة شبابية ومشاركة سيدات أيضا، حملة كلنا معاك من أجل مصر تعمل بشكل منفرد ومستقل في جمع التوكيلات أم هناك تنسيق مع بعض الأحزاب والقوى السياسية لديكم في سوهاج؟ لا، الحملة منبثقة من جمعية من أجل مصر، وهذه لم تكن خطوتها الأولى، ربما الخطوة الأولى التي سبقت ذلك هي جمع استمارات الطلب من السيد الرئيس لإعادة ترشيح نفسه مرة ثانية. الحملة نجحت في الحصول على 500,000 توقيع لمطالبة الرئيس بالترشح للفترة الثانية، عقدت مؤتمرا جمع شباب جمعية من أجل مصر في 8 محافظات من محافظات الصعيد، كان لنا الشرف أن ننظمه على أرض سوهاج. هذه هي الخطوة الثالثة من تحرير التوكيلات. عقب ذلك ستكون هناك مهمة تسكين المندوبين الخاصين بالحملة الرئاسية داخل اللجان الانتخابية، ثم العمل في قوافل لطرق الأبواب لتعريف المجتمع المصري بالإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية ولمحاربة خفافيش الظلام التي تريد لمصر ألا تتقدم أبدا، وصولا بإذن الله إلى الحملة يوم الانتخاب وتسهيل خروج المواطنين والإدلاء بصوتهم حتى نصل بإذن الله إلى الاحتفال مع دموع الشعب المصري بنجاح السيد الرئيس إن شاء الله. شكرا جزيلا الدكتور أحمد أبو دومة المتحدث الإعلامي بحملة كلنا معاك من أجل مصر، كنت معي هاتفيا من سوهاج. أكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون تعاون بلاده مع السعودية من أجل الاستقرار في المنطقة ومحاربة الإرهاب. جاء ذلك خلال استقباله نظيره السعودي عادل جوبير في واشنطن. وأضاف تيلرسون أن هناك ملفات مشتركة عديدة على رأسها الملف السوري واليمني. أفادت وسائل إعلام كردية بأن وفدا حكوميا من إقليم كردستان سيتوجه إلى بغداد في زيارة رسمية للاجتماع مع وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي ووزراء آخرين. أضافت وسائل الإعلام أن وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان كريم سنجاري سيترأس وفد الإقليم. من المقرر أن يناقش الوفد رفع الحظر عن الرحلات الجوية الدولية في مطري أربيل والسليمانية، فضلا عن إدارة المعابر الحدودية بشكل مشترك وفق الدستور العراقي. قتل مدني وأصيب 3 آخرون في انفجار عبوة ناسفة شمالية بغداد. وقال مصدر أمني عراقي إن العبوة الناسفة كانت موضوعة بالقرب من محل تجارية شمالية بغداد، فيما وصلت قوة أمنية إلى مكان الحادث ونقلت المصابين إلى المستشفى وجثث القتيل إلى دائرة الطب العدلي. اقتصاديا، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من نوفمبر 2016 إلى نهاية نوفمبر 2017 لتسجل نحو 26.4 مليار دولار مقابل نحو 22.3 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق له.
أوضح البنك أن هذه الزيادة دليل على ثقة المصريين في الجهاز المصرفي، مؤكدا أنها من أهم نتائج قرار تحرير سعر الصرف. وتعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج إحدى أهم دعائم الاقتصاد المصري، خاصة بالنسبة لموارد العملة الصعبة بالبنوك العاملة في السوق المحلية. تنضم إلينا الدكتور يمنى أو يمنى الحماقي، أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس. أهلا بك دكتور. أهلا بك. أهلا بك. بداية، كيف يمكن تعظيم الاستفادة من أموال المصريين في الخارج المحولة إلى داخل البلاد؟ في الحقيقة تحويلات المصريين العاملين في الخارج بتلعب دور مهم، يعني لو قارنا الإيرادات اللي بتأتي من العملة الأجنبية لمصر هنلاقي أنه آخر رقم لتحويلات المصريين العاملين في الخارج في عام 2016 كان 19 مليار جنيه، 19 مليار دولار سوري. وبالتالي هذا الرقم يعتبر رقم مؤثر إذا ما قارناه مثلا بدخل قناة السويس اللي بيصل في أحسن حالات ل 5 مليار دولار. حتى الحقيقه الصادرات، رقم الصادرات اللي هو اللي احنا بنتمنى انه يتحرك شويه، رقم الصادرات اخر رقم لنا بالنسبه للصادرات لا يتعدى 21 مليار دولار. وبالتالي يعني الرقم بتاع تحويلات المصريين هو رقم مهم جدا ومؤثر جدا. الارقام عن معدل نمو تحويلات المصريين في الجزء الاول من هذا العام اللي هو 2017 بيشير الى ان ارتفاع نسبي في هذه التحويلات عن عام 2016، وده اتجاه ايجابي مهم جدا بالنسبة لمصر، وبيشير إلى أننا مهم جدا نهتم بتحويلات المصريين. يعني أسباب تلك الزيادة دكتور يمنى برأيك؟ أسباب تلك الزيادة، هو طبعا من أهم أسباب تلك الزيادة تحرير سعر الصرف، أن طبعا المصريين العاملين في الخارج بيجدوا أن السعر مناسب جدا بالنسبة لهم، أن هم يحولوا العملات بتاعتهم بالسعر المعلن عنه من قبل البنوك، وبالتالي ده سبب يعتبر سبب رئيسي. وفي نفس الوقت أن هم كمان لما تبقى التحويلات شرعية من خلال الجهاز المصرفي بيتيح لهم أن هم معاملاتهم تكون معاملات سليمة. فدي طبعا مقارنة بأن طبعا احنا سمعنا قريبا عن ضبط عصابة أو تشكيل عصابي للسوق السوداء بالنسبة للتحويل العملة مباشرة من الدول العربية إلى المناطق اللي هي الريفية في مصر وخاصة في صعيد مصر. وبالتالي هنا القضية هي قضية ان احنا ازاي بقى ننشر الوعي، وهنا لازم تلعب الحقيقة سفاراتنا في الخارج. يعني ده مصداقا لكلام وزير الخارجية مؤخرا من ان وزارة الخارجية لابد او مخطط لها ان هي تدخل في الجوانب الاقتصادية، انا اتمنى ذلك. يعني مهم جدا جدا وزارة الخارجية من خلال المستشار التجاري والمستشار الاقتصادي داخل السفارة، الدور اللي ممكن يلعبوه في هذا الإطار هو تشجيع المصريين ليس فقط على تحويل العملة الخاصة بهم إلى الجهاز المصرفي المصري بشكل رسمي، ولكن أيضا أكثر أهمية هو الاستثمار، فرص الاستثمار في مصر، الترويج لها من قبل استخدام إمكانيات السفارات في الخارج للترويج الاستثمارات. أعتقد أنه هو جانب مهم، والولايات المتحدة الأمريكية يمكن يعني وزارات الخارجية الموجودة في كل دول العالم ممكن تكون نموذج مهم جدا يشير إلى الدور المهم اللي بتلعبه السفارات في الترويج الاقتصادي للاستثمارات والتجارة. نعم. الدولية. شكرا جزيلا الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، كنت معي عبر الهاتف من القاهرة. ما زلنا وأخبار الاقتصاد، حيث أعلنت وزيرة التخطيط هلا السعيد تشكيل لجنة استثمار لإعادة النظر في استثمارات بنك الاستثمار القومي لتعظيم استثماراتها وإعادة تنويعها. وأشارت إلى أنه سيتم طرح حصص البنك في بعض الشركات بالبورصة. وخلال مؤتمر صحفي أوضحت الوزيرة أن طرح حصص البنك في بعض الشركات بالبورصة يستهدف تعظيم العائد منها.
احنا النهارده بنتكلم على خطه العام القادم 18-19، وبنتكلم على خطه متوسطه المدى. اهداف النهارده الخطه دي هي ان احنا بنزود استثماراتنا 20% استثمارات عامه، بحيث دي تنعكس على زياده في فرص العمل، زياده في معدلات التشغيل، وانخفاض في معدلات البطاله. ده كله النهارده في نفس الوقت بنستهدف ان احنا نركز اكتر على المناطق الاقل فقرا والمناطق التي بها فجوات تنمويه اعلى. فمناطق الصعيد النهارده هتاخد حيز اكبر من اهتمامنا في خطط التنميه. البعد المكاني مهم جدا، واحتواء الشباب والمراه في منظومه التنميه ده من اهم الاولويات اللي احنا بنشتغل عليها. فاحنا النهارده بنركز على 5 أو 6 محافظات من الصعيد، هو محافظات قنا وسوهاج والمنيا واسيوط والاقصر واسوان. دي بالمحافظات اللي واخده اهميه كبرى هذا العام. العام اللي وراه بنركز على محافظات اخرى في الصعيد ايضا. أكد وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل حرص الوزارة على تنمية وتطوير صناعة الحديد والصلب باعتبارها إحدى الصناعات الاستراتيجية التي تمتلك مصر مزايا تنافسية عديدة فيها. جاء ذلك خلال افتتاحه مصنعا لإنتاج حديد التسليح باستثمارات 500 مليون جنيه. جولة جديدة لوزير الصناعة والتجارة تستهدف افتتاح عدد جديد من المصانع تم إلحاقها بعالم الصناعة المصرية، منها مصنع لإنتاج العدادات الذكية وخط إنتاج لطباعة مواد التعبئة والتغليف باستثمارات تقدر ب 150 مليون جنيه في المنطقة الصناعية لمدينة 6 أكتوبر. في خلال السنتين اللي فاتوا افتتحنا أكثر من حوالي 2350 مصنع، يعني بنتكلم يمكن في اليوم اكتر من 3 مصانع. يعني انا اتمنى طبعا اقدر احضر كل افتتاحات المصانع، لكن الوقت بيبقى صعب. فاي فرصة بتجيلي ان انا اقدر احضر افتتاح مصنع او توسع للمصانع ده شيء جميل. لو احنا بنتكلم على الصناعة وبنتكلم على التنمية المستدامة، هي دي التنمية المستدامة، دي اللي بتشغل عمالة، دي اللي بترشد الواردات بتاعتنا، بتزود الصادرات، ودي الحاجة المستديمة معانا. أشار الوزير إلى أن هذه الجولة تستهدف تعميق التصنيع المحلي والتركيز على المنتج ذي القيمة المضافة. قدرة المصنع هنا إنتاج 1.5 مليون عداد في السنة ما بين سمارت ميتر أو بريبيد ميترز. ابتدينا جات الفكرة، البداية كانت الموت واللي حركنا كلنا المجموعة الأول، ان احنا في المؤتمر الاقتصادي في 2015 طرح فكرة ومبادرة ان معظم عدادات الكهرباء في مصر هتتحول لسمارت ميترز. كما وضع الوزير حجرا للأساس لمجمع بوصلة، وشهد توقيع بروتوكول بين البنك الأهلي والمجمع للوحدات الجاهزة للصناعات الصغيرة والمتوسطة. مستهدفنا في مصر أن نزيد من عدد الصناعات البسيطة وخلق فرص العمل الحقيقية. يعني عندنا حاليا محفظة تصل إلى تزيد عن 40 مليار جنيه لحوالي 56 ألف عميل، وفي توسع كبير المحفظة الائتمانية حتى في مبادرة البنك المركزي تصل إلى حوالي 16 مليار جنيه ب 18 ألف عميل، وبنزيد يوم عن يوم. في نهاية الجولة افتتح الوزير مصنعا للحديد والصلب، ووعد المصنعون بزيادة التوسعات والإنتاج خلال فترة زمنية وجيزة. رافق الوزير خلال الجولة الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ومدير مركز تحديث الصناعة ورئيس وحدة المشروعات التنموية بالوزارة. محمد مبروك، تين تي في. إلى أخبار الرياضة، حيث حقق النادي الأهلي الفوز على نظيره المصري البورسعيدي بهدف دون رد ليتوج بلقب السوبر المصري للمرة 10 في تاريخه، وذلك في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب استاد هزاع بن زايد بالإمارات. أحرز هدف اللقاء الوحيد للنادي الأهلي المغربي وليد أزارو من خطأ حارس مرمى الفريق البورسعيدي في الشوط الإضافي الأول. في قلب المجتمعات البدوية ما زالت واحدة من أقدم العادات حية بطريقة غريبة وفريدة تكشف البريء من المذنب. البشعة اسم الأداة المستخدمة التي يسمى قاضيها بالمبشع، وتجرى وفقا للتقاليد البدوية بما يسمى المجالس العرفية. في قلب المجتمعات البدوية ما زالت واحدة من أقدم العادات حية بطريقة غريبة وفريدة تكشف البريء من المذنب.
البشعة هذا اسم الأداة المستخدمة بهذه المحكمة غير الرسمية التي يسمى قاضيها بالمبشع، وتجرى وفقا للتقاليد البدوية بما يسمى بالمجالس العرفية. عمير عامر أحد المبشعين، والذي أوضح أن معظم القضايا تتمثل في اتهامات قتل وسرقة بأنواعها. أغلب الحاجات اللي بتجيلي سرقة مواشي، قصة عرض، دم رقبة، ناس يعني من متهمين واقفة، قصة قتل دي بتجيلي. بس الأكثر يعني إن هو قصة السرقات، الفلوس والذهب والبهائم وحاجة كده. لازم اصالحكم مع بعضيكم، لازم اقربكم لبعضيكم. عايزين تلحسوا مرحب بيكم، بلحسكم. احنا عايزين نلحسوا عشان ربنا مرحب بيكم، بلحسكم. ربنا هو اللي بيظهر الحق، ده احنا مجلس عرفي ولازم معترف بيه. ومرحبا بك بلحسك. تبدا طقوس المحاكمه بتسخين الجزء المعدني من البشعه في الجمر، وعندما يتحول لونها للاحمرار تتقدم للمتهمين للعقها 3 مرات، ومن يتاذى لسانه منهم يعتبر ذلك دليلا على كذبه. ويرجع مسمى البشعة لبشاعة وصعوبة الموقف الذي يوضع به المتهم، والذي من شأنه التأثير عليه بقية حياته. لو هو سارق أو مش شرط أنه سارق، عارف مين اللي سرق، فاهم؟ يعني مش شرط أن أكون سرقت أنا، أكون عارف مين اللي سرق، هتكون النار. فهو سبحان الله رجل لا يعرف اللي سارق ولا سلط ولا شارك ولا يعرف أي خط سير الفلوس دي نهائي، فهو لحس بنيته أنه هو رجل نظيف ورجل محترم، فربنا يعني سبحانه وتعالى لحس وظهرت براءته. وتعتبر البشعة محاكمة نهائية، أي لا يجوز الطعن عليها أو إلغاؤها. فإذا حكمت بإدانة المتهم لا يجوز له الاعتراض على الحكم أو استئنافه في محاكمة أخرى. وفي نهاية المحاكمة يتصافح الرجال قبل المغادرة، وهكذا تظهر الحقيقة ويعلن الحكم ويقبله كل الأطراف الحاضرين. حبال الكذب قصيرة دائما كما يقولون. ختام الجولة تذكير بأهم ما جاء فيها. تغيير وزاري وشيك، مجلس النواب يعقد جلسة غدا للموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة وتوقعات بتغيير 5 حقائب. دعما لفترة رئاسية ثانية، أهالي سوهاج يتوافدون بكثافة على تحرير توكيلات للسيسي بانتخابات الرئاسة. والأمم المتحدة تفضح انتهاكات طهران، تقرير أممي يرصد إرسال إيران صواريخ وطائرات بدون طيار إلى اليمن. كانت هذه جولة مفصلة بأهم وآخر الأخبار قدمناها لكم من تند. نشكركم على متابعتكم وإلى اللقاء. سلام من الله عليكم ورحمة وبركاته.